لقد انتشر الخبر في أرجاء المدينة. الجميع يعلم أن يوزر سيف قاوم يوزر سيف ولم يسمح لنفسه بارتكاب الخيانة. قال إنه تم إرساله إلى السجن بسبب عصيانه لأوامر سيده، ولم يقل ما هي الأوامر. إذن هذا هو سبب دخوله إلى السجن. أحسن صنعا هذا الشاب العفيف. لا أدري لماذا يزيد تعلقي وإعجابي به يوما بعد يوم. سمعت عدة أخبار من المدينة تقول إنه موضع اهتمام الكثير من الجميلات، ولكنه لم يخضع لأي منهن. فلتحفظك الآلهة يا يوزر سيف. شكرا جزيلا لكم. إن الآلهة التي تحتاج إلى من يحميها لا يمكنها أن تحفظ أحدا. إن آمون ليس على علم بأفعالهم، ومن ذا لا يدري أن الكهنة يسوقون غصبا بنات الناس ونساءهم إلى المعبد من أجل لذاتهم. فآمون لا يحتاج إلى زوجة. دعهم وشأنهم. أنت لما دخلت السجن؟ دخلت بيت زوجات آمون من أجل إنقاذ ابنتي، وقد ضربت عددا من الكهنة ثم اعتقلوني وساقوني إلى هذا المكان. لقد مضت سنوات على دخول السجن ولا أعرف شيئا عن مصير زوجتي وأولادي. لا تقلق، سوف أرسل صديقي نيمسابو ليطمئن عن حالهم ويساعدهم قدر المستطاع. عليك أن تدرك أن بلاءات الدنيا سواء كانت مرة أم حلوة إنما هي كخرقة صقل أتيحت لنا لكي ننظف بها نفوسنا فنحيلها شفافة صافية براقة. إياك أن تذهب الرزايا بصفاء روحك فتجعلها سوداء مكدرة. إياك أن تجعل الخطوبة من حياتك نفقا ضيقا ومظلما. ما أكثر الذين هم خارج السجن ولكن شقاءهم النفسي وكدورة مزاجهم قد أحالا الدنيا بنظرهم إلى ما هو أسوأ من السجن. إن الأمل بالخلاص من السجن حلو المذاق، وفقدان الأمل مر المذاق. أمال الدنيا خارج السجن هي كذلك أيضا. مهما ركضت وراء آمالك فإنها سوف تفر منك فرار الظل من الساعي إليه، وإن أعرضت عنها بوجهك تبعتك لا محالة. لا تسر تحت الشمس بكأس من جليد فلابد أن يذوب وتفقده. لا تمني جسما فانيا صنع من التراب بآمال عريضة لا قبل له بها، فإن العمر لا بد إلى نهاية. إن الجسم لا يبلو ولما تدرك أمالك العريضة، والربيع الأخضر لا شك متبوع بخريف أصفر. كل ملك زائل وكل ملك سيكون صاحب لحد يوما. أليس من الأفضل إذن أن ترى في هذا السجن الضيق فضاء تملأه الأنوار؟ بما تمني نفسك؟ أي أمل هذا الذي يجعل منا سعداء إلى هذا الحد؟ أن نختار حسن الصحبة. من كان له رفيق وصاحب يؤنسه فقد أمن من بحار الغم. أنت حقا مجنون. هذا المكان هو سجن ونحن في قبر، بقي أن ندفن فقط. أنت تجهد نفسك،
بخلق الأمل وإيجاد السرور لدى قوم أموات. اسمعوا يا أعزائي، إن صاحب كل امرئ ما يعبده، فمن كان يعبد ميتا فلن يكون نصيبه من الصحبة سوى التحنيط والقبر والدفن، ومن كان يعبد حيا فإن غياهب السجن لا تختلف عنده عن الرياض والبوادي. يزار سيف، هل لي أن أسألك عن كل هذا السرور والسعادة؟ ترى من أي صاحب أتتك؟ ها؟ من ذلك الصاحب الحي الحاضر الذي هو معي في كل زمان، وهو ناظري ومعيني في كل أحوالي. يزار سيف لا يتخذ صاحبا يعبده صنع من الخشب والحجارة. ماذا حصل؟ هل وجدته؟ لقد ضاع أثره كقطرة ماء، بحثت عنه في كل مكان ولم أجد له أي أثر. الويل لنا إن كان قد ألقي القبض على كيبوني. أن أبوبيس وبناروس لم يشغلنا أمرهما كفاية حتى أضيف عليهما كيمون الكاهن. إن تكلم واحد منهم فإن أمن حوتب إما سيقضي علينا وإما سيعمد إلى تقييد حرية المعبد. ليس الأمر سهلا، إنهم يعلمون أن إهانة الكاهن ألخماهو وكهنة المعبد ستعود عليهم بالعواقب الوخيمة، فعبدة المعبد لن يسكتوا على ذلك. أنا أظن أن أبوبيس وكيموني إما لم يقبض عليهما وإما قبض عليهما ولم يعترفا حتى الآن، فلو اعترفا فإن أمن حوتب وبوتيفار كانا ليقوما بردة فعل من دون أدنى شك. يجب ألا نفقد الأمل، تابعوا بحثكم جيدا، فإن وجدتم شيئا أخبرونا لننظر ماذا نفعل. أنتم أيضا حافظوا على جهوزية جنود أمون كي نتمكن من الدفاع عن أنفسنا في حال تعرضنا لهجوم.
ما بك يا رجل؟ لماذا هربت الناقة؟ لا أدري، لم أستطع اللحاق بها رغم جهدي، فرت من القافلة وقصدت هذه الناحية. لقد أتعبتني. هل أنت كنعاني؟ أجل، كيف علمت ذلك؟ من ثيابك هذه تشبه أثواب الكنعانيين، فقد عايشتهم لمدة من الزمن. هاي، أنت ماذا تفعل هناك؟ ألا تدري أن هذه الناحية محظورة؟ الذنب ليس ذنبي، فرت ناقتي إلى هذه الناحية ولحقت بها مرغما. غادر هذا المكان وعلى الفور. إنه من أهل دياري التي نشأت فيها، فإن سمحت لي من فضلك أن أحدثه قليلا. لا مانع، ولكن فليغادر فورا. قلت إنك كنعاني؟ أجل، من أنت؟ وماذا تفعل هنا؟ إنها قصة طويلة. أخبرني، هل تعرف كبير أهل كنعان؟ أجل، يعقوب النبي، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. سمعت أن له 12 فرعا مورقة مثمرة. كان، لكنهم قطعوا أحد الفروع. أتعرف شيئا عن حالي يعقوب النبي؟ سمعت أنه ابتلي بغم الهجران، اتخذ لنفسه بيت أحزان واعتزل الناس جميعا، ويمضي أيام دهره متأوها لحزنه على ذلك الفرع المقطوع. ما الذي يبكيك أنت؟ إن ذهبت إلى كنعان وقصدت ذلك الشيخ المفجوع، أخبره أنك تحمل رسالة من شاب مهجور وسجين. أخبره أن السجين يقول لك كل ما جزعت من ألم الفراق، وبلغت نيرانه منك مبلغها. ارفع يدي التضرع نحو ساحة الصاحب الأنيس، وادعو لجميع الأبناء الذين فرقتهم الغربة. من أنت؟ لم تعرفني عن نفسك. أعتذر، لا يمكنني، هذا الأمر ليس مأذونا لي. هذه ناقتك، لم تعد تخاف منك. أمر عجيب، كم ركضت في طلبها. ليس عجيبا أبدا، فكل مخلوق في هذا الوجود إنما هو مأمور ويسير نحو هدف محدد. تقصد أن هذه الناقة ساقتني إلى هنا عمدا؟ القافلة تنتظرني، في أمان الله. في حفظ الله. قل لكبير كنعان من فضلك فليجعل الله عوضا له عن ذلك الفرع المقطوع، وليجعل زاده الصبر، وليدعو ربه أن يجده في أقرب وقت. في حفظ الله.
بيناروس، بيناروس استيقظ، بيناروس استيقظ، بيناروس. هل رأيت حلما؟ أجل، كان حلما عجيبا. لما أنت يقظ؟ كنت أرى حلما أيضا. عندما استيقظت من نومي التفت إليك. إن كنا خارج السجن لقصدنا المعبرين وسحرة المعبد. ولكن لا أدري هل ثمة من يعبر الرؤيا هنا أم لا. يوزر سيف؟ أجل، الوقت متأخر الآن، في الصباح، في الصباح. وماذا إن ذهب يوزر سيف إلى المعبد غدا؟ لقد جعل كيدمان من الغد يوم راحة لقاء مجهود سجناء في تنظيف السجن. حسنا، سوف أنام. لقد حان الوقت لأن تظهر دعوتك وتصدع بما تؤمر. لقد أصبحت من الآن مكلفا بأمر من الله تعالى أن تحمل على كاهلك هداية السجناء وأهل مصر إلى عبادة الله الواحد، وإن الله سبحانه وتعالى ناصرك ومعينك في هذا الأمر. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد رأينا أنا وبيناروس حلمين عجيبين أمس، هل يمكنك تفسيرهما؟ بماذا حلمتما؟ صفا لي لأرى. رأيت دالية عليها ثلاثة عناقيد من العنب فجنيتها وعصرتها في كأس الملك وسقيته إياها. كان وجه الملك مخيفا. بئس ما رأيت، بئس ما رأيت. حسنا، وماذا رأيت أنت؟ أنا رأيت في النوم كأن سلة فيها الخبز والطعام، سلة فيها الخبز والطعام فوق رأسي، والطير تحط عليه وتنهش منه ثم تصعد. أجل، ثم تصعد. إن أخبرتكما بتأويل رؤياكما فهل ستقبلان به حتى وإن ساءكما؟ أنا أقبل. لا يمكن هذا،
لا يمكن أن نقبل كل ما تقوله. واضح أنكما لازلتما مذبذبين في صحة ما أقول، ولا عتب عليكما. ومن أجل أن تثقا أني عالم بتعبير الرؤيا وتستيقنا أن ما أقوله حاصل لا محالة، سأقدم لكما أولا علامة تكون دليلا واضحا، ثم بعد ذلك أخبركما بتأويل رؤياكما. أي علامة مثلا؟ مثلا أتريدان أن أخبركما بنوع الطعام الذي سيقدمونه لنا اليوم؟ أخبرني يوزارسيف، هل أنت ضالع بالسحر والشعوذة؟ حاشا أن أكون قد كسبت علم التأويل عن طريق السحر والشعوذة، فأنا مسدد ومؤيد من السماء، وأنا ملهم بإلهامات ربانية. هذا من العلوم التي ألهمني إياها خالقي وبارئي. لا أظنك تقصد بالخالق والبارئ آمون إله مصر العظيم. وهل يملك حجر بلا حياة علم التأويل والرؤية وعلم ما يكون وما هو كائن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. تريدون معرفة نوع الطعام؟ إن الطعام الذي سيقدم لكم اليوم هو سمك مشوي وخبز حنطة وبضع تمرات. يوزر سيف، نحن في سجن ولسنا في مضافة. السجناء لا يأملون بطعام كهذا حتى في أحلامهم. يوزر سيف، إن طعاما كهذا لا يأكله حتى الأشراف إلا في بيوت الله، فما بالك بسجناء زويرة. أحقا سيقدمون لنا الطعام الذي ذكرته؟ لقد جاء الطعام، اصطفوا. ما هو طعام اليوم؟ إن أخبرتك فلن تصدقني. سمك مشوي وخبز حنطة وتمر طبعا. وما الذي أدراك؟ فلم يأتوا بالطعام إلا الساعة. هذا صحيح، تماما كما أنبأنا يوزر سيف، الطعام سمك. لا تستعجلوا، سوف ينال الجميع نصيبه. وما الذي أتى بهذا الطعام إلى السجن؟ جاءوا به بناء على طلب السيدة زليخة. زليخة أرسلت الطعام. هكذا إذن. هذا من فعال زليخة. لعل السيدة زليخة أمرت بإعداد الطعام للسجناء رأفة منها وشفقة منها عليهم. ماذا قلت؟ رأفة منها وشفقة على كل السجناء أم على سجين واحد؟ لم يعد يمكننا بعد الآن أن لا نثق بتعبير يوزر سيف لرؤيانا. لن نشك أن ما تقوله سيحصل. يوزر سيف، لقد كنت معنا، كيف علمت بالطعام الذي تم إعداده؟ ذلكما مما علمني ربي، إنما أعرفه فقد أوتيت علمه من عند خالقي وما أوتيته من عند نفسي. عن أي إله تتكلم أنت؟ وأي ملة تتبع؟ واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. هل أنت من أبناء إبراهيم؟
ذلك الذي يدعو إلى عبادة إله واحد. ومن قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. لقد مضت آلاف السنوات وأجدادنا يعبدون الآلهة ويسجدون أمام التماثيل، فهل تشكو عبادتهم من خطب؟ إن التماثيل التي يقلبها صانعها بين يديه كيف يشاء، ويغير هيئتها كما يحلو له، وله أن يحطمها متى أراد. هل هذه التماثيل أحق أن تعبد أم الله الغالب القادر الذي يغلب بقدرته ذلك الحجر، بل صانع الحجر وناحته؟ إن إلها كهذا لهو حقا أهل لأن يعبد، ولكن ما أدرانا أن إلها كهذا موجود بالفعل وأنه يمتلك تلك القدرة؟ من حيث أنه قد أرسلني لهدايتكم وأعطاني علم التأويل والإخبار عن عالم الغيب، ألم أنبئكما عن الطعام الذي كنتما سوف ترزقانه؟ أتقصد أن نترك عبادة آلهتنا ونعبد إلهك لأنك صدقت ذات مرة؟ لقد أخبرتكم أن علمي هو من لدن رب العالمين وليس من عند نفسي. أما الآن فسوف أخبركم بشيء لم أخبره أحدا قط. بعد آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أنا أحد المرسلين من قبل الله الواحد الأحد. هو نبي؟ ماذا يقول؟ وأدعوكم إلى اتباع ملة جد إبراهيم وعبادة الله الواحد الأحد. اهدوا اهدوا اهدوا، هل أنت حقاً أحد المرسلين من عند الله؟ إنما أنا حلقة في سلسلة أنبياء الله الذين بعثوا لهداية الناس. لقد بعث قبلي آدم ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وسيأتي من بعدي أنبياء آخرون أيضاً، وسيكون آخر نبي في سلسلة الأنبياء من نسل إبراهيم نبي اسمه أحمد، يكون خاتم الأنبياء والمرسلين. نبي في داخل السجن؟ إن السجن ملك لله وأنا رسول الله وأنتم عباد الله، فما الفرق بين داخل السجن وخارجه؟ ولكن ماذا حل بتعبير رؤيانا؟ لم تغب عن بالي مشكلتكما، لا تقلقا، لكن تأويل رؤياكما مشروط بالإيمان بما أدعو إليه، الإيمان بالله الذي ألهمني علم تأويل الرؤيا. لقد آمنا بالله، لقد آمنا بما تدعو إليه. أنا لست أعارض، ولكنني لم أتعرف على إلهك حتى الآن. ها؟ وهل تعرفون الإله الذي أنتم عاكفون على عبادته؟ هل تعلمون أن ما تعبدون ليست إلا حجارة لا حياة لها ولا قدرة ولا اختيار؟ هل تعلمون أنكم لا حجة لكم ولا برهان في عبادتكم لهذه الأصنام؟ بينما الإله الذي أدعو إليه هو خالق كل المخلوقات وواجد لكل الموجودات، هو مالك لا شريك له ولا بديل. حسناً أبوبيس وبناروس، ما جوابكما؟ إن أعظم دليل على أحقية معبودك هي القدرة التي رأيناها اليوم من نبيه. أنا قد آمنت. حسناً، وأنت أبوبيس ماذا عنك؟ إن أردت الحقيقة، عندما أفكر أنني أمضيت عمري كله عاكفاً على عبادة مخلوق لا إرادة له، أشعر بالحماقة في نفسي. لا شك عندي أن إلهك هو أفضل من آلهتنا. إذن أنا مثل بناروس، أنا أؤمن بإلهك. إن كان إلهك غائباً عن أبصارنا، لكنه يبقى أفضل حالا من آلهتنا التي لا ترانا ولا تكترث لأمرنا. إن كنت قد رأيت خيرا من آمون الكبير وسائر الآلهة كنت لأتردد في أمري حتما، ولو كان إلهك
يملك من العطف بمقدار ما لديك، فسوف أحبه بقدر ما أحبك. أنا لا أملك إلا أن أؤمن بإله قام بإرسال الأنبياء من أجل هدايتنا. وأنا أؤمن بإلهك وأعلن براءتي من التماثيل المصنوعة من الحجارة. إنه محق. وأنا من الآن وصاعدا سأعبد من خلقني لا من صنعته وخلقته. وأنا أيضا سأعبد الله الواحد. أنا أيضا لم أعد أؤمن بالآلهة المصنوعة من الحجارة. والآن رددوا معي جميعا: بسم الله رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب. بسم الله رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نحن نعلن براءتنا وتوبتنا. نحن نعلن براءتنا وتوبتنا من عبادة تماثيل الحجارة. من عبادة تماثيل الحجارة والآلهة المصطنعة. والآلهة المصطنعة. نؤمن بالله. ونؤمن بالله الواحد الأحد. الواحد الأحد. ألن تفعل شيئاً سيد كيدامان؟ مثلاً ماذا أفعل؟ لقد كان يدعو السجناء إلى دين التوحيد. ماذا سيحل بدين أجدادنا؟ هون عليك، بسبب يوزرسيف عم الهدوء في السجن، وهذا ما نريده منه. فما همك عم ارتدوا وبما التحقوا؟ جناب يوزرسيف، لقد آمنا بما دعوتنا إليه، والآن عليك بتأويل رؤيانا. عليكما أولا أن تعداني بأن تتقبلا تأويل رؤيكما ولو كانت في غير صالحكما. أنا أقبل. نحن لازلنا ثابتين على عهدنا. أنت بناروس، تأويل رؤياك هو أنك بعد 3 أيام ستعود إلى سيرتك الأولى، وسوف ترتفع مكانتك وتنال عزة لكونك ساقي الملك آمنحوت. أما أنت أبوبيس، فبعد 3 أيام ستصلب جزاء على ما فعلت، وستبقى معلقا على تلك الحال بينما تأكل الطير من رأسك. لا لا، هذا ليس صحيحا، لا هذا ليس صحيحا. أنا أصلا لم أرى مناما. كذبت عليك، كذبت عليك، كذبت عليك. لم أرى حلما. عندما علمت أن بناروس قد رأى حلما، قلت في نفسي فلأصطنع رؤيا. أجل، لقد كذبت، لقد كذبت، لقد كذبت. تم خداعك يا يوزرسيف، أنت كاذب في نبوتك. ولم يرى حلما قط، لقد قمت بتأويل رؤيا لم تحصل. ليت لو أنها تصدق مقالتك. للأسف فقد جرى القلم بما قد نبأتكم به، وإني أرى ذلك واقعا لا محالة. أنا أيضا كنت حتى هذه اللحظة أظن كما ظننت أنت أن تعبير رؤياي ينطوي على الشر. لقد كنت يائسا. وأنا بعكسك كنت متفائلا جدا. فماذا يا ترى سيكون أفضل من إطعام الطيور؟ عندما أفكر في الأمر أرى أن يوزرسيف محق في قوله،
صحيح أن كهنة معبد آمون خانوا ثقتي بهم وخذلوني ولم ينصروني، ولكنني كنت أنوي قتل أمن حوتب ولم أفر لي من العقاب. لابد من أن أعاقب. الموت، الموت، الموت عقاب بديهي، بديهي. بيناروس، الكهنة، الكهنة لن يقوموا بمساعدتي. إن كان تعبير يوزارسيف صحيحا. إن نحن بالغنا في إمهال ألخماهو وباديامون فسيجدان الوقت الكافي للاستعداد والتهيؤ، وستكون المواجهة صعبة. فإن كان لابد من التعرض لهما فالتعجيل أفضل من التأخير. أقترح عليكم أن تضعوا ألخماهو والكهنة وجها لوجه مع أبوبيس والكاهن كيموني. ولكنهم لن يتمكنوا من الإنكار إن اعترف أبوبيس علناً، هل يستطيعون؟ إن ثبت عليهم الجرم فأنا أعرف ماذا أفعل بهم. سأسلبهم امتيازاتهم ولن أبقي على شيء من صلاحيات المعبد. سوف أعاقبهم أشد عقاب وأنكل بهم أيما تنكيل. الحل الأفضل هو أن نقوم بإعداد وليمة كبيرة في القصر، ندعو إليها ألخماه ومساعديه من الكهنة، ثم ندعو كيمون الكاهن وبيناروس وأبوبيس جميعا ليدخلوا عليهم، وعند ذلك تكون المواجهة. هل تظن أنهم سوف يلبون هذه الدعوة؟ عندما يقوم الحاكم أمن حوتب بدعوة شخص ما إلى ضيافته فلا خيار إلا الامتثال. حضروا لجلسة المحاكمة هذه، فليتم انعقادها بأسرع وقت ممكن. سمعا وطاعة سيدي. ما خطبك؟ ماذا بك أبوبيس؟ فالموت أمر عادي، أمر يحدث للجميع. جميع الناس سيواجهون الموت عاجلا أم آجلا. اليوم دورك وغدا الدور لغيرك. إن الإنسان حتى لو عاش 1000 سنة فلن يكون سعيدا عند الموت. إن الأنبياء والأولياء وحدهم يستقبلون الموت مستبشرين.
كما سبق وأنبأتك بأن الموت لاقيك عن قريب، فإني أحمل لك بشرى. إن إيمانك قبل موتك لهو سعادة ونعمة كبيرة. سوف تغادر هذه الدنيا وستكون إلى جوار ربك وفي كنف رحمته لكي تنعم بالراحة والنعمة الأبدية. ما يقلقني يا يوزر سيف هو أن من يقتل مصلوبا يقومون بتحنيطه ولا يرسلون جسده بعد ذلك إلى الغرب. أعني مدينة الأموات، وإن كان الأمر كذلك فأنا لن أنعم أبدا بالراحة الأبدية، وسوف أهلك عندها إلى الأبد. وماذا يدعي أن الراحة في الغرب؟ لا ينبغي للموحد أن يعتقد بما يراه الكفرة. إن ربك هو مالك الوجود، وأمور عوالم الملك والملكوت كلها في يد سلطانه. أينما يدركك الموت أبوبيس، فإني أبشرك بجنان الخلد والحياة الأبدية بجوار رحمة ربك الواحد الأحد. أنا لست قلقا عليك بقدر ما أنا قلق على بناروس. لماذا؟ لما أنت قلق علي؟ وهل ثمت خطر يحدق بحياتي؟ كلا، فروحك هي التي في خطر. أبوبيس وأنت تطهرتما من جميع خطاياكما عندما أعلنتما إيمانكما، لكنك أنت باق في هذه الدنيا. أخشى أن ترتكب المعاصي مجددا وأن تخلف وراءك عند موتك جبلا من الخطايا والذنوب. أما أبوبيس فسوف يلاقي ربه طاهرا كما هو الآن. اعلم أن غرس روح الإيمان ليس بالأمر العصي، إن المستصعب هو الحفاظ على هذا النبات الحسن وإنماؤه. سوء حالي ويأسي وحزني كل يوم في ازدياد يا كلمامة، ما لأوجاعي وآلامي من سكون. يظن الناس أني في فرح وفي سرور، ولا يعلمون حال قلبي المتألم ولا يسمعون أنيني. أشيري علي، ماذا أفعل؟ هل لي إلى الخلاص من سبيل؟ أخفضي صوتك سيدتي، سوف يسمع الجميع. أنا أرى الحل في التعذيب سيدتي. السبيل الوحيد لإخضاعه وحمله على الطاعة هو التعذيب والصوت، ولكن عليك أن تتحملي. لقد نشأ يوزر سيف على يدي وأنا أعلم به من غيري، لا يمكن لأحد أن يحمله على أمر لا يعتقد به. لا يخطر ببالي سبيل آخر، لكني أظن أنه سيكون من الأفضل أن نستعمل الترهيب ونقترح عليه الحرية لحمله على الطاعة. وإن كانت هذه الطريقة غير نافعة، إلا أنني مستعدة لفعل ما تأمرين به في سبيل إفراحك. فلنقصد سجن زويرة من يومنا هذا،